على الله. السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم في شيوات ليلة العميرية. شخباركم؟ كيفكم؟ لبس عليكم حبابنا اللي بالداخل واللي بالخارج، كلكم بخير. نتمنى تكونوا بصحة وسلامة، واللي مريض الله يشافيه، واللي مضيق الله يفرجها عليه وعلينا وعليكم على الجميع، ودعواتكم معنا بالشفاء ان شاء الله. واللي جديد معنا مرحبا به، والقدام تنتوما شكرا بزاف على المشاركة وعلى المشاهدة ديالكم وعلى البارتاج. اللي جديد معنا فعل الجرس، بارطاجي وشاركو ولايك. مرحبا بكم والف مرحبا في بني عمير وشيوات العميريه، ليله العميريه. المهم اليوم غنعطيكم وصفه تقليديه وصحيه 100%. الناس طلبوها مني بزاف الاخوات، قالك بغاو الخميره البلديه. هذه الطريقه اللي كدير الوالده ديال الخميره البلديه، كت ها هي. المهم كنحتاجوا لدقيق السعير، هو هذا، او الدقيق ديال الفارينه كامل، يعني يكون كامل بشميتو بنو خالتو او بسميتو. المهم الدقيق ما عدوش، ديروا الدقيق ماشي مشكل. هنايا عندي كاس ديال اللبن، يعني ما عامرش، المهم كاس تاع اتاي ديال اللبن عامر اللي عدو. انا حيت صايبتها وجدتها لكم باش نوريكم الطريقه. عندي هاد الكاس ديال اللبن، كيكونش عادي بدرجه الحراره ديال المطبخ، ما يكونش بارد، الماء عادي. المهم نخلط هذه الخميره واجده، بغيت نوريكم الطريقه ديال غي. غنبدا معاكم، بسم الله توكلنا على الله. هي اللبينه ديالي خاتره هي، وعاديه سخونه دافيه بدرجه الحراره ديال المطبخ، يعني ما تكونش بارده. تخرجيها بشي ساعه ولا نص ساعه من الثلاجه. نكب شويه ديال الماء، ها هو غير شويه تكتروس. المهم هنايا الدقيق اللي عندكم حاضر او الفينو او اللي كاين، بسم الله. ها هي، المهم اللي عندكم القياس اللي المهم. كاينه الطريقه، كاينه الطريقه ديال التمر حتى هي، ولكن انا كندير هذه، يعني كانت كدير الوالده ديالي بسم الله. كديري التمر، كتجيبي ربع تمرات ولا ثلاثه ولا خمسه، كتحيدي لهم العظم وديري متخلطين هكا مع الماء دافي والدقيق اللي عندك. صافي طرفيها واحد اليومين ولا ثلاث ايام، واحد شوي. بغيتو تخليوها مرخوفه خليوها، بغيتو ديروها شويه خاتره ديروها. صافي بارك على هذا هو الطريقه كنديرها، باش تجيك ساهله تعجني بها، ما تبقاش معزنه ولا خاتره. المهم الطريقة ديالها هي هذه، سمحوا لي. مرحبا بكم. تخلطيها مزيان قبل اللبن والماء، هذه شاهلة مالة. المهم هذه الخميرة البلدية ديالنا هي هذه، خلطة. غنديرها في قرعة، أنا ما غاديش نديرها في قرعة دجاج، وهي كون نديرها في قرعة دجاج لأنها كتفرقع. غنديرها في قرعة ديال البلاستيك، ها هي غنديرها في قرعة ديال البلاستيك بحال هذه. ها المهم بحال هذه، أنا ديزا وجدتها، ها هي كتخزنيها يومين صافي، كتولي هكا خاتره وفيها الريحه. صافي كتخلطيها، كتخلطيها واحد شويه وترجعي طرفيها في الثلاجه. ها هي واجده هنايا الاخير ديال الخميره، ها هي وجدات. ها هي هذه راه يومين باش انا مصاوباها وجدتها لكم، يعني ديروها في الحريره، تزيدوا منها جوج جوج معالق وخلطوها بالدقيق ديال الحريره، تزيدوا ديال السعير او ديال الفورش، عاود تعجنوا بها، يعني الطريقه اللي بغيتو تعجنوا بها. المهم تبقى في الثلاجه في هذه الحراره، هذا تكون الحل البارد راه غتخليوها غير مع الدقيق. وعاد كاين واحد الطريقه اللي بغا يديرها بها، بحال الناس اللي في العربيه عندهم الزرع، يعني هذيك تندير ان شاء الله، وغنوري لكم الطريقه ديال الناس اللي عندهم فقر الدم ونقص المناعه والعظام، يعني نقص فيتامين دي ان شاء الله. مره اخرى غنوريها لكم او نعطي لكم شي فيديو اخر. راه صحيه، راه اكثر يا ولو كيخدموا بها، يعني كاع الاطباء كينصحوا بها، وحنا يعني راه هذيك الوصفات ديال والدينا وجدادنا راه هي اللي راجعوا ليها دابا كلشي، وصحيه بزاف. ونتمنى تعجبكم الطريقه، وسمحوا لي مرحبا بكم. ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس وبارطاجيو، وشكرا على المشاهده وتبعونا. جزاكم الله خيرا، في امان الله.